بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، طلبة وطالبات برنامج التعليم عن بعد تخصص اقتصاد وإدارة، أهلا بكم في حلقة جديدة من مادة إدارة الإنتاج والعمليات، وهي هتكون النهاردة الحلقة رقم 25. والحلقة رقم 25 هنتكلم فيها عن تخطيط الإنتاج، وهنختم بالحلقة رقم 25 ديت موضوع تخطيط الإنتاج. وطبعا أنت عارف إحنا هنقول إيه في الحلقة رقم 25. عارف الحلقة رقم 25 إن إحنا هنجاوب على المطلوب الثاني من التمرين إيه؟ من التمرين بتاعنا. تعالى كده في الحلقة 25 وهرجع بيك شوية الأول أفكرك إحنا قلنا إيه؟ الحلقة 25 تخطيط الإنتاج، وأرجع بيك للتمرين بتاعنا أفكرك إحنا قلنا إيه وعملنا إيه؟ في التمرين بتاعنا لو تفتكر سعادتك ادي اداك مجموعه من البيانات عن الطلب المتوقع لفتره اللي هو 6 شهور اللي جايين، واداني مجموعه من المعلومات التفصيليه، مخزون اول المده 15، العدد الحالي للعاملين 20، كل واحد عاوز 10 ساعات عمل مباشر، متوسط عدد الساعات اللي بيشتغلها العامل في الشهر 50 ساعه، تكلفه تعيين العامل، تكلفه فصل العامل. وبعدين جاوبنا على اول مطلوب في الحلقه اللي فاتت اللي هي كده استراتيجيه الانتاج المتغير حسب حجم الطلب المتوقع. وتاني مطلوب بقى ده موضوع حلقتنا بقى النهارده، استراتيجيه الانتاج المتغير حسب حجم الطلب المتوقع مع الاعتماد على الوقت الاضافي وانتاج الغير، فهنا مزيج من استراتيجيتين، استراتيجيه وقت اضافي واستراتيجيه ايه انتاج غير. الموضوع طبعا ان شاء الله دسم بس انت هتفهمه. قال لي ايه تاني؟ حيث يمكن تشغيل العاملين وقتا اضافيا في حدود 10% من طاقه الانتاج الاصليه بواقع 5 ريال اجر اضافي للساعه. خلي بالك بقى، يعني طاقه الوقت الاضافي 10% من طاقه الانتاج الاصليه، يبقى لازمني اجيب طاقه الانتاج الاصليه واضربها في 10% يديني الحد الاقصى لطاقه الوقت الاضافي، وطبعا الوقت الاضافي 5 ريال اجر اضافي للايه؟ للساعه. وقال لي كمان كما يمكن شراء الوحده من منتج اخر بواقع 70 ريال للوحده. تعالى بقى ازاي نعمل هذه الاستراتيجيه؟ هنعمل هذه الاستراتيجيه من خلال زي ما انت شايف قدام حضرتك الجدول ده. مش عاوزك تتخض لما تشوف شكل الجدول، هتقول يا خبر ابيض بقى انا هعمل كل الارقام ديت؟ بقى انا هعرف اطلع الارقام ديت من بعضها؟ لا لا لا، ده الموضوع صعب قوي. لا ولا صعب قوي ولا حاجه، الموضوع في منتهى السهوله. وزي ما قلت لك انا هسيبك في نهايه كل حلقه ان شاء الله خبير في موضوع معين من موضوعات اداره الانتاج والعمليات، عشان لما نختم ان شاء الله اداره الانتاج والعمليات تكون خبير في مجال اداره الانتاج والعمليات، اذا سمحت المواضيع ديت بتركيز شديد وبفهم وباستيعاب ان شاء الله. طيب ما تتخضش من الجدول، تعال نشوف، هنشوفه رقم رقم وهتلاقيه بسيط جدا زي الجدول اللي فات اللي اتخضيت منه شويه الاول برضه ولقيته بسيط جدا. تعال الاستراتيجيه الثانيه 2، استراتيجيه الانتاج المتغير حسب حجم الطلب المتوقع مع الاعتماد على الوقت الاضافي والغير. طبعا يقصد بالغير ايه؟ انتاج الغير. يعني الاستراتيجيه ديت مزيج من استراتيجيتين، وقت اضافي وانتاج غير. يعني ايه انتاج غير؟ يعني تعاقب من الباطل، يعني بروح اشتري المنتج ده من شركه بتنتج ذات المنتج مشابه ليه واعيد بيعه تحت اسم الشركه ايه بتاعتي، يعتبر اغلى مصادر الايه؟ اغلى مصادر الطاقه بالنسبه للمنظمه. بس خلي بالك بقى، هو بيقول لك وقت اضافي وانتاج غير، طيب هنمشي بالترتيب مع مين؟ امشي بالترتيب مع الوقت الاضافي الاول واستنفذ طاقه الوقت الاضافي وبعد كده اروح لانتاج الغير. ليه؟ لان التكلفه بتاعه الوقت الاضافي اقل من تكلفه انتاج الغير، وبالتالي لازم اضمن استنفاذ الوقت الاضافي بالكامل واروح بعد كده على انتاج الايه؟ الغير. طيب جميل جدا، يعني اضافي الاول وبعدين الغير، بس في استراتيجيه واحده، يعني في جدول واحد اللي حضرتك شايفه دلوقتي قدامك اهو. تعالى بقى ادي الفتره 1 2 3 4 5 6 مجموع مفيش مشاكل. الطلب المتوقع بالوحده او الطلب المتوقع بالوحده من راس التمرين 115 120 110 115 100 115، ادي راس التمرين اهو نرجع له. ادي حضرتك 115 120 110 115 100 115، طبعا كان المجموع 675 مفيش مشاكل. يبقى الفتره والطلب المتوقع ما فيهمش مشاكل. طيب نقلناهم راس التمرين، يبقى ده اول عمود، عمود الفتره، ثاني عمود عمود الطلب المتوقع بالوحده او بالوحدات مفيش مشاكل من راس التمرين. طيب انتاج مخطط بالوحده او الانتاج المخطط بالوحدات مفيش مشاكل في التسميه، خليك مرن في التسميه شويه. انتاج مخطط بالوحده او انتاج مخطط بالوحدات، نرجع تاني اقرا العنوان كده بتاع الاستراتيجيه اهو، العنوان اهو، خلي بالك من السهم، استراتيجيه الانتاج المتغير حسب حجم الطلب المتوقع. تاني استراتيجيه الانتاج المتغير حسب حجم الطلب المتوقع، يعني ايه انتاج متغير حسب حجم الطلب المتوقع؟ يعني الانتاج في حجمه بيمشي مع الطلب في حجمه، يعني الانتاج مساوي للطلب، ولما الانتاج يكون مساوي للطلب يبقى المخزون بيساوي صفر. طب ازاي نحقق التساوي ما بين الانتاج والطلب؟ من خلال بقى هنا، خلي بالك هنا
من خلال الاعتماد على الوقت الإضافي وإنتاج الغير، لكن في الأولى من خلال تعيين العمالة أو فصل العمالة. نخلي بالنا من الموضوع ده. طيب، يبقى من خلال العنوان اللي احنا قرناه مع بعض، إنتاج متغير حسب حجم الطلب المتوقع، إنتاج يمشي مع الطلب، إنتاج يمشي مع الطلب، ارجع بقى للجدول. يبقى عمود عين على السهم، يبقى عمود الإنتاج المخطط بالوحدات هو عمود الطلب المتوقع بالوحدات، لأن الاستراتيجية بتاعتنا إنتاج متغير حسب حجم الطلب المتوقع. جميل. يبقى إن العمود ده هو هنا، إن العمود ده هو هنا. واحد يقول لي خلي بالك يا دكتور، أقول له إيه؟ مخزون أول المدة. أقول لك برافو عليك، نخلي بالنا مخزون أول المدة. صحيح. شوف من الفترة الثانية 120 120، 110 110، 115 115، 100 100، 115 115، لكن في الفترة الأولانية يبقى 100 115. تاني جيت منين المية؟ ما هو عندي مخزون أول مدة 15 واحد. تعال نرجع هو التاني لرأس التمرين، أهو مخزون أول المدة 15 واحد. مخزون أول المدة 15 واحد ده إنتاج فعلي موجود عندي في المخازن، يبقى لازم أشيل من الطلب المتوقع رقم الإيه؟ 15 واحد. يبقى أدي حضرتك أهو في الجدول أشيل من الطلب المتوقع 115 ال15 وحدة بتوع مخزون أول المدة، يبقى الإنتاج المخطط في الفترة الأولانية كام وحدة؟ 100 وحدة، لأن أنا عندي مخزون أول مدة 15 وحدة. أهو، وأدي المذكرة التفسيرية الملحقة بالجدول. الإنتاج للفترة الأولى بيساوي الطلب المتوقع للفترة الأولى، أدي الطلب المتوقع للفترة الأولى 115، ناقص رصيد مخزون أول المدة كام؟ 15، يبقى الإنتاج للفترة الأولى 100 كام؟ 100 وحدة. طيب نرجع للجدول تاني. خلصنا من الانتاج المخطط بالوحدات زي عمود الطلب المتوقع بالوحده، بس في الفتره الاولانيه راعي بس نقطه مخزون اول الايه؟ المده. طيب بعد كده انتاج مخطط بالساعه، عارفينها يا دكتور، هتعمل ايه؟ هتضرب عمود الانتاج المخطط بالوحدات في عدد ساعات العمل المباشر اللازمه لانتاج الوحده، واحنا حافظين بالتمرين اللي فات او من المطلوب اللي فات ان عدد ساعات العمل المباشر اللازمه لانتاج الوحده 10. يبقى عمود الانتاج المخطط بالساعه عبارة عن عمود الانتاج المخطط بالوحدات مضروب في 10. طيب نرجع كده نتأكد تاني، اهو ادي سعادتك قال لك ان فين بقى، اهو ان كل وحدة تستلزم 10 ساعات عمل ايه؟ مباشر. عشان انتج الوحدة عاوز 10 ساعات عمل مباشر. تعال اهوت، يبقى الانتاج المخطط بالساعات عبارة عن الانتاج المخطط بالوحدات مضروب في عدد ساعات العمل المباشر للوحدة اللي هو كام؟ 10. يبقى 1000 في 10 اسف 100 في 10 ب 1000، 120 في 10 1200، 110 في 10 1100، 115 في 10 1150، 100 في 10 ب 1000، 115 في 10 ب 1150. والقانون بتاعنا في المذكره التفسيريه هو الانتاج في شكل عدد ساعات عمل بيساوي الانتاج المخطط بالوحدات مضروب في عدد الساعات اللازمه لانتاج الوحده اللي ممكن كانوا كام ساعه؟ كانوا 10 ساعات. جميل. واحد يقول لي لغاية دلوقتي يا دكتور احنا متفقين مع الاستراتيجية الاولى تماما. اقول لك بالظبط، لغاية دلوقتي احنا متفقين مع الاستراتيجية الاولى تماما، بس في الاستراتيجية الاولى بقى كنت بشوف عدد الافراد اللازمين وبشوف التعيين والفصل وبشوف تكلفة التعيين والفصل. هنا في الاستراتيجية التانية لا، ده انا عاوز الوقت الاضافي والتعاقد مع الغير عشان اشوف التكاليف الاجمالية. التكاليف الاجمالية اللي هتشمل مين؟ تكاليف الوقت الاضافي زائد تكاليف الشراء من الغير. يبقى من بدايه هنا بقى هنختلف عن الاستراتيجيه الايه؟ عن الاستراتيجيه الاولانيه. تعال بقى العمود اللي بعد كده. يبقى احنا خلصنا كام عمود دلوقتي؟ خلصنا عمود الفتره، خلصنا عمود الطلب المتوقع بالايه؟ بالوحده، خلصنا العمود اللي هو الخاص بالانتاج المخطط بالوحده، خلصنا العمود اللي هو الانتاج المخطط بالساعه. تعال العمود بعد كده، وقت الاضافي بالساعه. الوقت الاضافي بالساعه، واحد يقول لي انا مش هعرف اخش في حساب عمود الوقت الاضافي بالساعه كده مباشره. اقول له بالظبط. طيب اسالك ليه؟ تقول لي اصل هو اداني كده معلومه عن الوقت الاضافي انا عاوز ارجع لها في راس التمرين. اقول لك ماشي. طيب تعالى بقى نرجع لها في راس التمرين في المطلوب. بيقول لي ايه؟ قال اثنين استراتيجيه الانتاج المتغير حسب حجم الطلب المتوقع مع الاعتماد على الوقت الاضافي وانتاج الغير. بيقول لي حيث يمكن تشغيل العاملين وقتا اضافيا في حدود 10% من طاقه الانتاج الاصليه. معلومه دي، اشغل العاملين وقت اضافي في حدود 10% من طاقه الانتاج الاصليه. خلي بالك ال 10% من طاقه الانتاج الاصليه كوقت اضافي تمثل حد اقصى للوقت الاضافي. جميل جدا. بس الاول واحد يقول لي هي ايه طاقه الانتاج الاصليه؟ وانا لازم الاول احسب عفوا
لازم الاول احسب طاقه الانتاج الاصليه، وبعد ما احسب طاقه الانتاج الاصليه اضربها في 10% اعرف الحد الاقصى لطاقه الوقت الاضافي. جميل جدا. حكايه الاجر الوقت الاضافي 5 ريال للساعه دي مش قضيه. طيب يبقى لازم دلوقتي احسب طاقه الانتاج الاصليه. طيب انجح كده. طاقه الانتاج الاصليه احسبها ازاي؟ مفيش هنا في البيانات حاجه اسمها طاقه الانتاج الاصليه، بس هو مديني ايه؟ مديني عدد العمال الحالي 20 فرد، العدد الحالي اللي عاملين 20 فرد. جميل جدا. ومديني ان متوسط عدد ساعات العمل التي يستطيع ان يقدمها العامل في الشهر 50 ساعه. يبقى انا عندي 20 فرد وكل واحد يقدر منهم يشتغل في المتوسط في الشهر 50 ساعه. طيب يبقى ال 20 عامل في ال 50 ساعه اللي يقدر يشتغلها العامل، اضرب الرقمين دول في بعض، ال 20 في ال 50 يديني طاقه الانتاج الاصلي. طب 20 في 50 بكام؟ ب 1000. يبقى طاقه الانتاج الاصليه كام؟ 1000. تاني، طاقه الانتاج الاصليه بتساوي العدد الحالي للعاملين مضروب في متوسط عدد ساعات العمل اللي بيستطيع ان يشتغلها العامل في الشهر اللي هو كام؟ 50. عندي 20 عامل، كل عامل يقدر يشتغل في المتوسط 50 ساعه، اضرب ال 20 في ال 50 يطلع لي 1000 طاقه الانتاج الاصليه. جميل. يبقى طاقه الانتاج الاصليه 1000. طيب يبقى لما اقول بعد ان الوقت الاضافي 10% من طاقه الانتاج الاصليه، يبقى 10% مضروب في ال 1000. 10% مضروب في ال 1000 يعني كام ساعه؟ 100 ساعه، حد اقصى لطاقه الوقت الايه؟ الاضافي. جميل جدا. تعالى بقى نشوف الكلام ده هو اللي احنا ايه قلناه. الحد الاقصى للوقت الاضافي كام؟ 10% مضروب في طاقه الانتاج الاصليه، مفيش مشاكل. يبقى لازم انا اقطع طاقه الانتاج الاصليه. طاقه الانتاج الاصليه بتساوي زي ما قلنا بقى عدد العمال اللي هم 20 في متوسط عدد ساعات العامل اللي هو كام؟ 50 ساعة عمل في الشهر. يبقى طاقة الإنتاج الأصلية 20 في 50 ب 1000 ساعة، يبقى الحد الأقصى لطاقة الوقت الإضافي 10% أهي في طاقة الإنتاج الأصلية اللي هي 1000 ساعة، يبقى الحد الأقصى للوقت الإضافي 10% في 1000 100 ساعة. يبقى أقصى ما يمكن عمله من الوقت الإضافي 100 ساعة. يبقى المفروض تستغل ال 100 ساعة ده هم الأول، وبعد ما تستغلهم لو أنت عندك عايز روح للإنتاج الإيه؟ روح لإنتاج الغير. جميل. يبقى عرفنا عندنا 100 ساعة ممكن نشتغلهم كحد أقصى في الوقت الإيه؟ الإضافي. نرجع بقى للجدول. تعال. خلصنا كل الأعمدة؟ عاوزين نحسب الوقت الإضافي بالإيه؟ الوقت الإضافي بالساعة. خلي بالك بقى، احفظ معايا. طاقة الإنتاج الأصلية 1000. بكرر تاني، طاقة الإنتاج الأصلية 1000. كانت ال 1000 دي جت إزاي؟ ال 20 عامل في ال 50 ساعة اللي بيقدر يشتغلها الإيه؟ العامل. والحد الأقصى لطاقة الوقت الإضافي كام؟ 100. احفظ معايا. طاقة الإنتاج الأصلية 1000. وحد اقصى طاقه الوقت الاضافي كام؟ 100. واللي يزيد عن كده اروح لانتاج الايه؟ الغير. برافو عليك. طيب تعالى بقى، وقت اضافي بالساعه. طيب تعالى بقى، في اول شهر هل انا محتاج اشتغل وقت اضافي؟ هشوف. هو في اول شهر انت لازمك كام ساعه عشان توفي بالانتاج؟ لازمني 1000 ساعه. ادي عمود الانتاج المخطط بالساعه. في الشهر الاولاني لازمني 1000 ساعه عشان اوفي بالانتاج. طيب 1000 ساعة عشان توفي بالإنتاج؟ طب ما طاقة الإنتاج الأصلية هي 1000 ساعة. هل محتاج تشتغل وقت إضافي؟ لا، مش محتاج أشتغل وقت إضافي. هل محتاج إنتاج لغير؟ إذا كنت أنت مش محتاج وقت إضافي أصلاً، يبقى أنت مش محتاج من باب أولى إيه؟ إنتاج للغير. جميل جداً. يبقى أول شهر أصل المطلوب بالساعة من إنتاج 1000 مساوي طاقة الإنتاج الأصلية، خير وبركة، يبقى مش محتاج وقت إضافي. يبقى مش محتاج وقت إضافي، أدي وقت إضافي بالساعة مفيش. تكاليف وقت إضافي؟ مفيش. وحدات مشتراه من غير؟ اذا كنت انت ما اشتغلتش اضافي مفيش. تكاليف الشراء من غير؟ مفيش. التكاليف الاجماليه لهذه الاستراتيجيه اللي هي الوقت الاضافي زائد الشراء من الغير كتكاليف مفيش. خير وبركه. تعال اخش على الشهر الثاني. تيجي في الشهر الثاني مطلوب مني انتاج كام ساعه؟ مطلوب مني ان انا اشغل عمال الانتاج عشان انتج اللي هو العدد المطلوب من الوحدات. مطلوب مني الانتاج في شكل عدد ساعات 1200 ساعه. خلي بالك بقى، 1200 ساعه. طيب يبقى انتاج مخطط بالساعة في الشهر الثاني 1200. طاقة الانتاج الاصلية كام؟ طاقة الانتاج الاصلية 1000. يبقى متبقي عليا عشان اكمل كام؟ 200 ساعة. ده خبر ابيض. يبقى انا عندي طاقة انتاج اصلية 1000، هطلعها من 1200، يبقى باقي لي 200 ساعة. تقدر تاخد ال 200 ساعة دولت من الوقت الاضافي؟ واحد يقول لي لا، ما اقدرش اخد ال 200 ساعة من الوقت الاضافي. لكن ايه؟ هاخد 100 ساعة من الوقت الاضافي. بس ليه؟ اصل 100 ساعة دولت الحد الاقصى لطاقة الوقت الاضافي. جميل جدا. يبقى هناخد من 200 ساعة اهو تاني، هناخد من 200 ساعة كام بقى؟ 100 ساعة من الوقت الاضافي. جميل جدا. وخلي بالك بقى، يبقى لسه باقي لك 100 ساعة هتروح تشتريهم من غير. برافو عليك. تاني، يبقى في الشهر التاني، خليك معايا، الشهر التاني مطلوب انتاج في شكل عدد ساعات 1200 ساعة. عندي 1000 طاقة وقت ايه؟ اصلي. يبقى لي 200، يبقى لي 200 هاخد منهم 100 اوديهم للوقت الاضافي.
لان ده الحد الاقصى للوقت الاضافي. جميل، 100 للوقت الاضافي، بس لسه باقي لي 100. طب لسه باقي لك 100، طيب 100 للوقت الاضافي، هي تكلفه ساعه الوقت الاضافي مديها لي في راس التمرين كام؟ تكلفه ساعه الوقت الاضافي مديها لي في راس التمرين زي ما هترجع له 5 ريال للساعه، يبقى 100 ساعه وقت اضافي، 5 ريال للساعه تبقى تكاليف الوقت الاضافي بكام؟ ب 500. برافو عليك. طيب باقي لي لسه 100 ساعه، ليه؟ ما هو انت 1200 ساعه خدت 1000 من طاقه الانتاج الاصليه و100 من طاقه الوقت الاضافي، باقي لك لسه 100 ساعه. طيب تروح تشتريهم من غير، اروح اشتريهم من غير؟ اروح اشتريهم من غير، بس مش هروح للغير اقول له، خلي بالك بقى من النقطه دي، مش هروح للغير اقول له اديني 100 ساعه، مش منطقيه. مش هروح لشركه تانية اقول لها اديني 100 ساعه، لكن منطقي ان انا اقول له اديني عدد معين من الوحدات. جميل جدا، نترجم هذه الساعات اللي هي ال 100 ساعه في شكل عدد وحدات. ما هي الوحده انتاجها بياخد كام ساعه؟ الوحده انتاجها بياخد 10 ساعات، وانت عاوز 100 ساعه؟ يبقى 100 ساعه على 10 ساعات لازمه لانتاج الوحده، يبقى انت عاوز 10 وحدات بالظبط كده. يبقى تحدد عدد الوحدات الواجب شرائها من الغير من خلال قسمه عدد اللي هي الساعات المطلوبه اللي هي 100 ساعه في الحاله بتاعتنا على عدد ساعات الانتاج اللي هي الوحده الواحده 10 ساعات، يبقى انت محتاج 10 وحدات. طيب تعالى بقى تهوت الكلام اللي احنا بنقوله، عدد الوحدات المشتراه من الغير بيساوي الانتاج المتبقي في شكل عدد ساعات عمل. انتاج متبقي منين؟ انتاج متبقي بعد الاصلي وانتاج متبقي بعد الاضافي. طب كان الاجمالي 1200 ساعه، بعد الاصلي بقوا 200، بعد الاضافي بقوا 100، يبقى الانتاج، خليك معايا، الانتاج المتبقي في شكل عدد ساعات عمل 100 ساعه على عدد الساعات اللازمه لانتاج الوحده 10 ساعات، يبقى 100 ساعه انتاج متبقي على 10 ساعات لازمه لانتاج الوحده الواحده، يبقى عدد الوحدات المشتراه من غيرك في الحاله ديت 10 وحدات. برافو عليك، ارجع للجدول تاني. يبقى الوحدات المشتراه من الغير 10. طيب وقال لي ان تكلفه شراء الوحده من الغير في راس التمرين 70، يبقى عند حضرتك اهوت ال 10 وحدات في 70، تكلفه الشراء من غير تبقى كام؟ 700. وتبقى التكاليف الاجماليه كام بقى؟ 500 بتوع الوقت الاضافي زائد 700 بتوع تكاليف الشراء من غير، يبقى 1200. واحد يقول لي يا دكتور بعد اذنك عد لنا الحته دي التاني، صعب علينا شويه، ارجع بيك تاني. ها، الشهر الاولاني انتاج مخطط بالساعه 1000 مساوي لطاقه الانتاج الاصليه، ولا هشغل وقت اضافي ولا في تكلفه للوقت الاضافي ولا هشتري من الغير ولا في تكلفه للشراء من الغير ولا في تكاليف اجماليه. الشهر الثاني تعالى بقى 1200 ساعه انتاج، 1000 من طاقه الانتاج الاصليه، جميل جدا، يبقى باقي لي 200 ساعه، هاخد من 200 ساعه 100 من الوقت الاضافي، 100 في الساعه بتكلفني 5 ريال في الوقت الاضافي 500، باقي لي 100 ساعه، مش هروح للغير اقول له هات لي 100 ساعه، لكن هقول له هات لي عدد معين من الوحدات. طب ال 100 ساعه دي هترجمها لعدد وحدات ازاي؟ 100 ساعه مقسومه على عدد ساعات انتاج الوحده الواحده اللي هو 10 ساعات، 100 ساعة على 10 ساعات، يبقى اقول له هات لي 10 وحدات في تكلفة شراء الوحدة اللي هي 70 ريال في رأس التمرين، يبقى حضرتك التكلفة بتاعت شراء من غير 700، 10 في 70 ب 700، يبقى التكاليف الإجمالية 500 وقت إضافي زائد 700 1200. برافو عليك. طيب تعالى بعد كده الشهر الثالث، فهمت الموضوع؟ فهمت، يبقى المواضيع هتمشي سهلة بقى، إيه؟ سهلة إن شاء الله. في الشهر الثالث ها، إنتاج في شكل عدد ساعات عمل 1100، واحد يقول الحمد لله 1000 منطقة الإنتاج الأصلية و100 منطقة الوقت الإضافي وانتهى الموضوع على كده. يبقى أدي هاخد 100 منطقة الوقت الإضافي وساعة الوقت الإضافي بتكلفني 5 ريال، يبقى تكلفة الوقت الإضافي 500 ريال. طبعًا 100 منطقة 100 من الوقت الإضافي و1000 منطقة الإنتاج الإيه؟ و1000 منطقة الإنتاج الأصلية اللي هو 1100، مش محتاج حاجة من إيه؟ التعاقب مع الغير. تاني كان 1100، 1000 منطقة الإنتاج الأصلي و100 بالظبط منطقة الوقت الإضافي، وتكلفة ساعة الوقت الإضافي كام؟ 5، يبقى كام؟ 500. طيب يبقى في الحالة ديت مش محتاج شراء من الغير، في الحالة ديت مش محتاج، طبعا ما فيش تكلفة للشراء من الغير، في الحالة ديت أنا عندي إيه؟ التكاليف الإجمالية هي ال 500 مساوية لتكلفة الوقت الإيه؟ الإضافي. برافو عليك. في الشهر الرابع سهلة وبسيطة، في الشهر الرابع سهلة وبسيطة، عينك بقت على الشاشة، في الشهر الرابع سهلة وبسيطة، ها كام انتاج مخطط بالساعة؟ ها 1150، سهلة وبسيطة لأن احنا فهمناها. 1150، واحد يقول لي 1150 يبقى أنا هحتاج وقت إضافي وشراء من غير، بالظبط كده. 1150، خلي بالك بقى، 1150 1000 منطقة الوقت الإيه؟ الأصلي. 100 منطقة الوقت الإضافي، أدي 100 منطقة الوقت الإضافي في 5 ريال للساعة ب 500. ولسه باقي لي 50 يا دكتور، لان احنا 1150، 1000 منطقة الوقت الاصلي، 100 من الاضافي، 50 من الغير. بس مش هروح اقول له هات لي 50 ساعة للغير، امال تروح تقول له ايه؟ هات لي ال 50 ساعة
مقسوم على عدد الساعات اللازمة لإنتاج الوحدة اللي هو العشرة، 50/10 يبقى تقول له هات لي خمس وحدات. بالظبط كده، يبقى هتقول له خمس وحدات والوحدة بكام؟ ب70. يبقى الإجمالي تكاليف الشراء من غير كام؟ 350. يبقى إجمالي تكاليف الاستراتيجية 350 زائد 500، 500 وقت إضافي زائد 350 شراء من غير 850. الشهر الخامس، واحد كده يشوف الشهر الخامس يقول 1000 ساعة بس، الحمد لله، ولا محتاج ولا وقت إضافي ولا شراء من غير. يبقى مفيش وقت إضافي بالساعة، مفيش تكلفة وقت إضافي، مفيش وحدات مشتراة من الغير، مفيش تكاليف شراء من غير، مفيش تكلفة للشهر الخامس. الشهر السادس 1150. واحد ناصح بقى يقول مش الشهر السادس 1150؟ مش هوجع دماغي في الحسابات ليه؟ الشهر السادس 1150 ساعة زي الشهر الرابع 1150 ساعة، فنفس المعالجة، ادي 100 100 من الوقت الاضافي، ب 500 500 تكاليف الوقت الاضافي، باقي لي 50 ساعة بخمس وحدات شراء من الغير، ب 350 تكاليف الشراء من الغير، ها 500 زائد 350 كام بقى؟ 850. برافو عليكم. يبقى الموضوع سهل، شايف الجدول اللي كنا مخضوضين منه بقى سهل وبسيط جدا. يبقى ساعتك بتشوف الانتاج المخطط بالساعه، بتاخد اول حاجه طبعا اللي هي تكاليف الانتاج الاصليه، لان تكاليف الانتاج الاصليه دي اقل التكاليف، ولو زاد شويه بتاخد تكاليف الوقت الاضافي، لان تكاليف الوقت الاضافي اغلى شويه من الاصليه بس اقل من الغير، لغايه ما تستنفذ الحد الاقصى للوقت الاضافي اللي هو 100 ساعه، وما يزيد عن ال 100 ساعه بتاع الوقت الاضافي تروح تشتريهم من الغير. يبقى بالترتيب بتاخد اصلي، وبعدين بتاخد اضافي، وبعدين لو في حاجه بعد الاضافي بتاخد انتاج من الايه، من الغير. والتكاليف الاجماليه لهذه الاستراتيجيه عباره عن تكلفه الوقت الاضافي وتكلفه الايه وتكلفه الشراء من الغير. في المجموع في الاخر بقى بنجمع عمود تكاليف الوقت الاضافي 2000 زائد تكاليف الشراء من الغير 1400، بتلاقي اجمالي هذه الاستراتيجيه من حيث التكلفه 2000 زائد 1400 كان بقى 3400. طيب طبعا ديت القوانين اللي احنا القوانين اللي احنا استخدمناها واحنا شرحناها بالتفصيل. كان الانتاج للفتره الاولى بيساوي الطلب المتوقع للفتره الاولى ناقص رصيد مخزون اول المده، وحسبناه وخلصناه. الانتاج في شكل عدد ساعات عمل، كان الانتاج المخطط به الوحدات مضروب في عدد ساعات اللي هي اللازمه لانتاج الوحده وحسبناه. كان الحد الاقصى لطاقه الوقت الاضافي 10% من طاقه الانتاج الاصليه، وحسبنا طاقه الانتاج الاصليه طلعت 1000، وحسبنا الحد الاقصى للوقت الاضافي 100 ساعه، وعندنا تكاليف الوقت الاضافي كانت عباره عن عدد ساعات الوقت الاضافي اللي هم كان استخدمناهم في كل الاستراتيجيات بتاعنا، طلعوا الحد الاقصى بالمصادفة في أجل ساعة الوقت الإضافي اللي هو كان 5 ريال. عدد الوحدات المشتراة من الغير، اتفقت أنا مش هقول لك مش هروح للغير أقول له اديني ساعات معينة، لكن هروح للغير أقول له اديني وحدات معينة، فهشوف الإنتاج المتبقي في شكل عدد ساعات عمل. يعني إيه الإنتاج المتبقي؟ الإنتاج المتبقي بعد الوقت الأصلي، والإنتاج المتبقي بعد الوقت الإضافي على عدد الساعات اللازمة لإنتاج الوحدة اللي هو 10 ساعات. تكاليف الشراء من الغير طبعا زي ما طبقنا، تكاليف الشراء من الغير عباره عن عدد الوحدات المشتراه من الغير في سعر شراء الوحده من الغير، طبعا سعر شراء الوحده من الغير كان 70 ريال. التكاليف الاجماليه للاستراتيجيه دي عباره عن تكاليف الوقت الاضافي زائد تكاليف الشراء من الغير زي ما احنا حسبناهم. المهم نيجي بقى بعد كده خلصنا من الاستراتيجيه الثانيه، الجدول بقى النهائي اللي بيقارني الاستراتيجيه الاولى بالاستراتيجيه الثانيه عشان افاضل ما بين الايه، افاضل ما بين الاستراتيجيتين. انا شايف تلخيص للنتائج، الاستراتيجيه الاولى تكاليف التغيير في العماله ارجع لها هتلاقيها 2000 وكام و300. طبعا في الاستراتيجيه الثانيه ما كانش في تكاليف تغيير للايه، للعماله. فالاستراتيجيه الاولى ما عنديش طبعا وقت اضافي تكاليف لي، في الثانيه كان تكاليف الوقت الاضافي كانوا 2000، نرجع لها همت ادي ال 2000 الخاصه بالوقت الاضافي. طيب وتيجي بعد كده حضرتك تكاليف الشراء من الغير، طبعا ما فيش في الاستراتيجيه الاولى، في الاستراتيجيه الثانيه كانوا 1400، ادي نرجع لها اهوت 1400. وتيجي جامع بقى حضرتك ادي التكاليف الاجماليه للاستراتيجيه الاولى 2300، وهي التكاليف الاجماليه للاستراتيجيه الثانيه كام؟ 3400. موضوع انك بتنقل بس ارقام من الجداول، طبعا هيتضح من المقارنه ان الاستراتيجيه الاولى افضل من الثانيه، لان الاولى تكلفتها الاجماليه 2300 والثانيه استراتيجيتها الاجماليه 3400. ومن الجدول عليه يتضح ان استراتيجيه الانتاج المتغير حسب حجم الطلب المتوقع افضل من استراتيجيه الانتاج المتغير حسب حجم الطلب المتوقع مع الاعتماد على الوقت الاضافي والغير، حيث انها اقل منها تكلفه. مين اللي قال مين؟ الاولى اقل من الثانيه، اقل منها بمقدار كام بقى في التكلفه؟ 1100 ريال، ال 1100 ريال الفرق ما بين الايه؟ ال 3400 وال 2300. وبكده بنقفل موضوع تخطيط الانتاج بعد ما استعرضنا الاساليب المختلفه، وقبل الاساليب استعرضنا المدخلات والمخرجات الايه؟ المختلفه، وبشكركم لحسن الاستماع، وان شاء الله في حلقات قادمه هنتناول موضوعات اخرى في اداره الانتاج والعمليه، شكرا لحسن استماعكم.